نلتقي بالأستاذ لؤي محمد جاسم. يا ريت توضح لنا ما هو الفارق بين الرحلة الأولى لماليزيا والرحلة الثانية الآن. تفضل أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الفرق بين الرحلة الأولى والرحلة الثانية، في الرحلة الأولى بصراحة هي كانت قبل سنة 2017، كان معي من فريقي وشركائي في هذا العمل شخصين، وكانت يعني رتبتي نجم ماسي ستار دايموند. يعني عندما يعني شعرنا في الجو التحفيزي واللقاءات بالأخوة المدربين وزيارة مزارع ومصانع الشركة عكست على الأخوة اللي كانوا معي في هذا الرحلة، فأصبح أحد شركائي في النجاح نجم ماسي وأصبح الآخر ستار دايموند. فيعني عندما رجعنا وعكسنا هذا الأمر على شركائنا في العمل وعلى الأخوة اللي هم معنا في هذه الشركة ازداد حبهم للذهاب معي في المرة الأخرى. ففي هذه الرحلة اللي هي تعتبر الثانية الفرحة كانت أكبر من الأولى، كون كان معي شركاء اثنين. الآن معي في هذا الرحلة 10 أشخاص من فريقي وهم شركائي في هذا العمل، فكانت الفرحة هي ليست بالقليلة، وبإذن الله هذا الفرحة وهذا المخيمات التدريبية وهذا الجو الإيجابي والجو التحفيزي سوف ينعكس على الأخوة شركائي في العمل، وكل واحد الآن كلم شركائه في العمل. فأتوقع في الرحلة القادمة يكون معي 40 شخص، وأتوقع كل من شاركني في هذا الرحلة وجاء معي بإذن الله سوف يرجع.